السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد هم وحييكم من قناتي على اليوتيوب. أتمنى الكل يكون بخير وبصحة جيدة بهذا الفيديو الجديد. حقيقة راح نتكلم عن ألمانيا وعمليات الترحيل اللي بتصير في ألمانيا بخصوص الجنسيات، ما هي الجنسيات المرحلة وكيفية الترحيل، وين عم يرحلوا وكيف ممكن يرحلوهم، عن طريق البر أو عن طريق الطيران أو طريقة أخرى. كل هذول المعلومات أو أكثر بخصوص ألمانيا وعمليات القبول والترحيل، رفض اللجوء والترحيل، بهذا الفيديو راح نشرحها ونقرأها مع بعض. كالعادة، إذا محتوى القناة مفيد لك بتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليس لك كل الفيديوهات أول بأول. وإذا عندك أي سؤال أو استفسار فتفضل اكتبه في قسم التعليقات، وإذا ما حصلت على الرد المقنع أو الجواب المقنع ففي أجوبة تكون طويلة شوي بدها شرح مفصل، فيكم تتواصلوا معي على طريق الانستغرام والماسنجر عبر الفيسبوك. اذا يا جماعه ندخل بالموضوع بدون انتظار. انخفاض واضح في اعداد المرحلين من المانيا، اغلب عمليات الترحيل كانت الى تركيا ودوله كوسوفو، حتى السوريين المقيمين بشكل غير قانوني تم ترحيلهم ولكن ليس الى سوريا. اذا بنفس الخبر بالعنوان عم نقول انه في عمليات ترحيل من المانيا الى الدول اخرى، دول مثل تركيا مثل كوسوفو، حتى السوريين عم يجيهم ترحيل وعم يترحلوا، ولكن ما عم يترحلوا الى سوريا باعتبار انه سوريا ليست امنه لعوده اللاجئين او ليست امنه لترحيل الاشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم في المانيا بحسب منظمات ودول عده، وعلى راسها منظمه الامم المتحده بتقول انه سوريا ليست امنه بعد لعوده اللاجئين. اذا تراجع عدد الاشخاص الذين رحلتهم السلطات الالمانيه الى موطنهم العام الماضي مقارنه بفتره ما قبل ازمه جائحه كورونا. اذا يا جماعه اعداد المرحلين من المانيا للدول الاخرى تراجعت بشكل ملحوظ بالمقارنه مع عام 2020 و2019، وذكرت وزاره الداخليه الالمانيه ردا على استفسار. طبعا كل المعلومات المذكوره بهذا الفيديو يا جماعه وفقا لمصادر موثوقه ولمصادر مثل وزاره الداخليه الالمانيه او سلطات الحكومه الالمانيه، يعني مصادر وارقام مؤكده 100%. في العام الماضي اي في عام 2021 تم ترحيل 11982 شخص من المانيا مقابل 22100 شخص في عام 2019، يعني في عنا 11000 بعام 2021 وفي عنا تقريبا 23000 بعام 2019. إذا جمعنا هذا العددين مع بعض يا جماعة بيعطينا 34000 شخص مرحل من ألمانيا في غضون سنتين فقط. اللي عم يقول إنه ألمانيا ما بترحل اللاجئين، إحنا بنقول إنه ألمانيا أفضل دولة لتقديم اللجوء، ما في عليها أي مشكلة. طبعاً هاي تعتبر ألمانيا الدولة الأم لاستقبال اللاجئين، ولكن الأشخاص اللي بحاجة لحماية، اللي بحاجة لحماية، اللي سجلهم السياسي نضيف مثلاً، مو مساويين بدولهم، مو منضمين الى تنظيمات، ما فينا نستخدم كلمات تانية مشان سياسات اليوتيوب والارشادات، اللي يكون سجلهم السياسي نظيف، مو مساوين اي مشاكل، مو مساوين اي جرائم، ولكن في عنا بغضون سنتين فقط تم ترحيل 34000 شخص. هذا مو بالعدد القليل يا جماعة، مو 100 و200 شخص، 34000 شخص مرحل بغضون سنتين فقط من المانيا الى دول اخرى. في عام 2020 عندما كانت قيود السفر مشددة على مستوى العالم، رحلت ألمانيا 10800 فرد بحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية. في عام 2020 احنا نعرف انه جائحة كورونا اللي مرينا فيها جميعا، كانت تقريبا كل المطارات مسكرة وحركة الطيران معدومة، بالرغم من انه المطارات مسكرة والحركة المعدومة للطيران، رحلت ألمانيا تقريبا 11000 شخص من أراضيها إلى دول أخرى. طيب هدول ال 11000 شخص وين ترحلوا؟ وين دولهم؟ جنسياتهم؟ رح نقرأ مع بعض هلأ. إن معظم الترحيلات التي تمت على متن طائرات، كل عمليات الترحيل بتكون على متن طائرات، ولا سيارات ولا قطارات ولا مشي ولا أي شيء، كله بيصير عن طريق الطيران يا جماعة. عمليات الترحيل من ألمانيا طبعا الترحيل بشكل نظامي، مو الحكومة تقول لك مثلا بدك تترك البلد بغضون شهر أو شهرين، الحكومة بترحلك، هذا بيصير عن طريق الطيران فقط. الدول المستهدفة كانت جورجيا 1116 مرحل، وألبانيا 908 مرحل، وفي 470 حالة تم ترحيل أشخاص قدموا من سوريا ويقيمون بشكل غير قانوني في ألمانيا ولكن ليس إلى سوريا. إذا يا جماعة 11000 شخص اللي تم ترحيله من ألمانيا في عام 2020، في عنا 1116 شخص من جورجيا رحلوهم إلى جورجيا، في عنا من دولة ألبانيا
908 أشخاص رحلوهم إلى ألبانيا. وفي عنا يا جماعة شيء ملفت للنظر، اللي لفت نظري يا جماعة بهذا العدد، الأعداد المذكورة، 470 شخص سوري الجنسية تم ترحيلهم من الدول أخرى، لأن وليست سوريا، ما رحلهم إلى سوريا، دول أخرى، مشان أن سوريا مو آمنة لعودة اللاجئين بعد. وفي رد الحكومة على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، أوضحت الحكومة إنه لا يمكن إعادة المواطنين السوريين إلى موطنهم إلا على أساس الطوعي. وبحسب البيانات تم تنظيم حوالي 400 عملية ترحيل العام الماضي، لكن من تركيا وكوسوفو، وينص اتفاق الائتلاف الحاكم بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر على ما يلي: نحن نطلق حملة إعادة إلى الأوطان من أجل تنفيذ عمليات المغادرة بشكل أكثر حسما، لا سيما ترحيل المجرمين والخطيرين أمنيا. إذا يا جماعة في اتفاقية بين الأحزاب الحاكمة، الثلاث أحزاب الحاكمة في ألمانيا، واللي هي حزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، إنه إذا في حدا بده يرجع طوعا إلى سوريا فممكن يرجع. ولكن نحن من جهتنا، الحكومة بتقول طبعا، نحن من جهتنا ما بنعتبر سوريا آمنة بعد لعودة اللاجئين. طبعا يا جماعة في عنا جنسيات وجاليات كبيرة في ألمانيا، مثلا الجالية التركية فيها أعداد بتفوق 5 مليون تركي موجود في ألمانيا، بالإضافة إلى الأكراد، بالإضافة إلى اليزيديين، بالإضافة إلى، في عنا جنسيات مشكلة ملونة موجودة في ألمانيا قديمة وحديثة بعد 2010، وفي عنا من عشرات السنين، مثلا 1980 و90 و2000، في عنا أشخاص قديمين حاليا في ألمانيا وأخذوا جنسية وأمورهم تمام. ولكن الحكومة دائما بتنبه، الحكومة الماضية بقيادة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بقيادة الحزب الخضر، والحكومة الحالية المستشار الجديد اللي إجا، بينبهوا بشددوا على شغلة معينة واحدة فقط، اللي هي المجرمين الخطيرين أمنيا اللي بيشكلوا خطر على الأمن القومي الألماني، اللي عم يسوي مشاكل، اللي ما عم يلتزموا بالقوانين، اللي مثلا عم يسرعوا، اللي سجلهم السياسي مو نظيف، اللي مساويين شغلات، واللي جايين على المانيا عم يساووا شغلات غير قانونيه. مثلا شفنا من شي فتره اموال مثلا عم بعتوها الى سوريا واشياء خارجه عن القانون على حسب وصف الحكومه الالمانيه. هن بيقصدوا هذول، هاي الفئه المعينه من اللاجئين اللي جايين يقدموا طلبات اللجوء، اللي تقريبا ولو بنسبه قليله اللي عم يشكلوا خطر على الامن الالماني. هن عم يقصدوا انه راح نرحل هدول اللاجئين. تقريبا في عنا حاليا مليون طالب لجوء سوري او مليون مواطن سوري عايش في المانيا. من هدول المليون اذا ترحل 470 شخص، مو هذا بالعدد الكبير، لانه في عنا حاله حرب بسوريا، وفي اشخاص ممكن يكونوا متورطين بالحرب، وفي اشخاص ممكن عندهم افكار يعني ما حدا بيعرف شو موجود بقلب الشخص الثاني، او شو نيته جاي على المانيا، شو بده يسوي. فبالمقارنه مع العدد الكبير موجود بالمانيا، في عنا نسبة قليلة جدا، نسبة ضعيفة، يعني نسبة تقريبا ما بتشكل 1% أو ما بتشكل 0.2%، نسبة قليلة جدا من الأشخاص المرحلين، وما رحلوهم إلى سوريا، رحلوهم على دول تانية. ألمانيا تعتبر الدولة الأولى والدولة الأم في استقبال اللاجئين، هذا مو عيب أبدا، بالعكس هذا الشيء منيح كتير، أنه ألمانيا بترحل أو بتوجه إنذار للأشخاص اللي مثلا جايين وبدهم يسووا شغلات خارجة عن القانون. ولو في عنا نسبة قليلة يا جماعة، ممكن شخص واحد صدقا يخرب على 1000. وشايفين انتو حالة اللاجئين في تركيا، واللي كل يوم والتاني مشاكل وضرب وكسر وترحيل. لازم نكون شوي منتبهين، شوي على قد المسؤولية، لانه نحن عم نمثل شعب كامل في ألمانيا يا جماعة. نكون قدوة، نكون مثال للأجيال. بهيك وصلنا لنهاية الفيديو يا جماعة، إذا كان عندكم أي أسئلة أي استفسارات فلا تترددوا، تابعوني على الانستغرام وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك، وفيكم تكتبوا أسئلتكم هناك. كان معكم أخوكم محمد تمر، نلقاكم بفيديو تاني. سلام.